مشاهدينا الكرام، عدنا. الاحتفالات بالمناسبة بيشارك فيها عدد كبير من الفنانين، من لعيبة الكورة، من الشخصيات العامة. هنقابل عدد كبير من الناس اللي وجوههم وأسمائهم معروفة لدينا. مينا عطا أحد الفنانين، يمكن كنا مع رنا سماحة من شوية بنتابعها، ونفس البرنامج اللي خرجها هو اللي خرج مينا، لكن خلاص بقى مينا بقى زميل مذيع لينا في إحدى الإذاعات، وأيضا مطرب، وأعتقد إنك يعني اسمات، بس لسه كنت بقول لك أنت فين؟ بقالك فترة. أهلا بيك الأول، كل سنة طيب. وأنت بصحة وسلامة، كل سنة طيب، وكل سنة وكل الوطن العربي مصر والوطن العربي بخير. وأنا مبسوط جدا أنا موجود النهاردة في احتفالية عيد الفطر مع أسر الشهداء. أنا كمينة يعني أو أي فنان بيستمد طاقته من الأولاد دي ومن الأسر دي. أنا بصراحة النهاردة في فايبس غريبة، في طاقة غريبة في مكان، إيجابية جدا. فكل سنة طيبين، ومبسوط جدا أنا موجود معاهم. يعني دي لفتة لطيفة، يعني أعتقد إنها لكل المصريين. طيب، يعني إحنا عندنا عدد كبير الحقيقة من الشباب ومن الأطفال مشاركين، وأعتقد إن ده بيرسل رسالة للجميع، رسالة مهمة الحقيقة. أي فنان يحب إنه يساهم بشكل أو بآخر، أنت يعني هنا بصفتك ضيف زي مدعوين كتار، لكن أعتقد إنك هتلاقي وسيلتك في التواصل مع الأطفال بقى، يعني ممكن نعمل لهم إيه رأيك؟ إحنا قاعدين نلعب من شوية طبعًا، يعني أنا مبسوط جدًا بلبس الأولاد والبنات لابسين لبس ضباط الجيش وضباط الشرطة. حاجة تفرح وحاجة تشرف، وحس هم رجالة كده يعني. وطبعا النهاردة شرف ليا ان انا موجود في احتفالية عيد الفطر بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وان هو مهتم بالأسر الشهداء والحاجات اللي زي كده، وموفر كل الكلام ده. انا مبسوط النهاردة موجود معاك بصراحة. طب احنا مفيش غنى النهاردة؟ مش هنغني؟ النهاردة احضر، بس ممكن اغني المرة الجاية، ممكن اغني لك انت بقى. شرف ليا يعني. نقول يا ليلة العيد أنستينا، يا ليلة العيد أنستينا، وجدت الأمل فينا يا ليلة العيد. يا حبيبي كل سنة وأنت طيب. هي ليلة العيد الأغنية، هي ليلة العيد أنستينا اللي كان لسه بيغنيها الكل النهاردة، بيغنيها والكل بيسمعها. بعد شوية يمكن نسمع من رنا كمان حاجة، أنا شايفها لسه واقفة وموجودة.